السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين. هذا احنا معاكم نجتمع من جديد في صباح جديد من صباحات الصباح رباح، في يوم يتجدد بالأمل ويحلو بالعمل ويحيا بالبذل والعطاء للنفس والأهل والوطن الجميل. ويا هلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الصباح رباح، هذا البرنامج الذي هو منكم وفيكم وأيضا إليكم، وهذه أبرز عناوينه. كلية المجتمع، ندوة خاصة في العلوم والتكنولوجيا. وزارة التعليم والتعليم العالي تطلق الأسبوع الوطني للبحث العلمي. أسباير تطلق النسخة الثانية من مهرجان الطائرات الورقية. وبدايتنا هذا الصباح بتكون مع هذا الخبر. وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء أمس إلى العاصمة بروكسل في زيارة رسمية إلى بلجيكا، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار بروكسل الدولي وزير الدولة للتجارة الخارجية البلجيكي وسعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر والسادة أعضاء السفارة القطرية في بلجيكا. وكان حضرة صاحب السمو غادر أرض الوطن ظهر أمس متوجها بحفظ الله ورعايته إلى مدينة بروكسل يرافق سمو الأمير وفد رسمي. وبدايتنا بتكون الآن مع جرايدنا الصادرة صباح هذا اليوم وفي هذه الجولة. وأول جريدة معي هي جريدة الشرق في خبرها الأول، صاحب السمو يتسلم رسالة من أمير الكويت تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين، هذا أول خبر عندنا. وعندي الخبر الثاني، صاحب السمو يصل بروكسل في زيارة رسمية، شفناها شوي معاكم. والخبر الثالث، اكتشاف جين جديد مسؤول عن ضعف السمع خلال بحث علمي بين حمد الطبية وجامعة نيبرستي الإيطالية. وهذا باقي الخبر طبعا متروك لكم مشاهدينا. عندي الآن الجريدة الثانية هي جريدة الراية في خبرها الأول، صاحب السمو يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع مبعوثي وزير الخارجية الأمريكي، وسموه استعرض معهما سبل دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. والخبر الثاني، طرح جميع الوظائف الشاغرة بالدولة الشهر الجاري إن شاء الله خلال افتتاح المعرض المهني بجامعة قطر، والمعرض يوفر طبعا 1700 فرصة توظيف للخريجين. ومن العناوين الفرعية المصاحبة أيضا لهذا الخبر أن القطاع الخاص تشرف عليه الدولة ويوفر الأمان الوظيفي وكافة مزايا المواطنة، و400 فرصة تدريب ميداني و60 للرعاية الأكاديمية. وهناك بيكون في أيضا توعية للطلبة والطالبات بجميع التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. والخبر الثالث من جريدة الراية، قطر تدعم المشاريع الإنسانية في 4 دول عربية ب 4.9 مليون دولار. ونائب رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة. وعندي الآن جريدة لوسيل في خبرها الأول، الشورى يقر مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، والأعضاء أكدوا أهميته الوطنية والتربوية والأمنية. وعندي الخبر الثاني من جريدة لوسيل، ملاحة تدشن المرحلة الأولى من المدينة اللوجستية لتخزين البضائع الباردة على مساحة 35 ألف متر مربع. وخبرنا الثالث من جريدة لوسيل هو معرض قطر الزراعي الدولي السادس في 20 مارس، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بأكثر من 4%. وأكد سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة على أهمية هذا المعرض الدولي الذي يأتي في مقدمة الأولويات بالدولة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة.
أما الآن عندي جريدة العرب في خبرها الأول شراكة استراتيجية بين أحمد بن محمد العسكرية ومايكروسوفت، وهي الأولى على مستوى كليات الشرق الأوسط. وأهم أهداف هذه الاتفاقية الاستفادة من مجموعة المقررات المعدة من قبل الشركة واعتمادها كمصادر مرجعية في تدريس المقررات، وأيضا توفير البرمجيات اللازمة لتدريس المقررات، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من البرمجيات التي تستخدم في مجال الأعمال. وعندي الخبر الثاني من جريدة العرب، رحماء تنظم مسابقة كنز العطاء لأربعين مشاركة بهدف غرس قيم التطوع والعطاء لدى الطالبات، وسيخصص ريع رسوم الطالبات المشاركات لصالح مشروع مبادرة رحماء بالنيجر إن شاء الله. والخبر الثالث من جريدة العرب هو 411 معلما من 97 مدرسة يناقشون 363 بحثا خلال المعرض الوطني العاشر للبحث العلمي. وأخبارنا كلها يعني أغلبها فيها من المعارض على مختلف تنوعها. وعندي هذا الخبر من جريدة الوطن وهو الخبر الأول، قياس الجاهزية للتعامل مع الحوادث البحرية، أمن السواحل تنفذ تمرين الديبل. والخبر الثاني، انطلاق برنامج تأهيل الأئمة بمشاركة 23 شابا قطريا. وخبرنا الأخير هو انطلاق ملتقى التشكيل العربي ومبدعو قطر والخليج والوطن العربي، المشاركون طبعا في هذا الملتقى يصوغون حوارية الظلال والألوان في الدوحة. طبعا هذه كانت سلسلة أخبارنا، والآن بنروح معاكم لندبنا محمد الشهراني من كلية المجتمع ونشوف شو اللي راح يطلعنا عليه. تفضل يا محمد، الكلمة عندك، معاك يا محمد تفضل. يا هلا ومرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير اعزائي المشاهدين، ايضا متابعين قناه الريان، متواجدين في كليه المجتمع. اليوم نظمت الكليه بالتعاون مع قسم او من قسم العلوم والرياضيات ندوه تأثير العلوم على التنمية المستدامة في دولة قطر. طبعا الندوة بدأت اليوم بحضور رئيس الكلية الدكتور إبراهيم النعيمي، حاليا مع أخوي سالم السقطري عضو اللجنة المنظمة لهذه الندوة. راح نتكلم أكثر عن هذه الندوة من الكلية. هلا مرحبا فيك يا أبو عمر وصبحك الله بالخير. بالنور والسرور أخوي، جزاك الله خير وجزاكم الله خير على الحضور والتغطية. جعل والديك في الجنب، بالعكس هذا واجبنا كقناة تلفزيونية. أبو عمر، اليوم الندوة اللي بدأت تأثير العلوم على التنمية المستدامة، نبي نتكلم أكثر على الندوة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، أبي أوجه الشكر العميق للجميع من شارك في تنظيم هذه اللجنة. طبعا ظهورنا معاكم اليوم ما يقتصر على وجود إن كنا نحن اللي نظمنا الفعالية، بالعكس في ناس خلف الكواليس، ناس شاركت في 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 بوقت وجهد كبير على أساس أن تظهر هذه الندوة بمنظر يعني جميل ومفيد لجميع حضورها، سواء من طلبة أو موظفين أو من أعضاء هيئة التدريس، ولذلك أنا لازم أوجه لهم الشكر، بارك الله فيك. الندوة اليوم تحدث عن تأثير العلوم على التنمية المستدامة في دولة قطر. مثل ما أنتم ملاحظين في الفترة الراهنة أن نحن في دولة قطر نواجه تحديات كبيرة، منها جيوسياسية، منها اقتصادية، منها اجتماعية. هذه الأمور تحتاج إلى حلول وتحتاج إلى وقفة ونظرة وتحليل علمي، وبالتالي خلق حلول عملية على أساس أن يعني نتجاوز هذه التحديات، ومن بعد ما نتجاوز هذه التحديات نعمل على عدم التعرض لها من مستقبلا. عرفتني شلون؟ فهدفنا اليوم في اللجنة أو في الندوة هو أننا نناقشها هذه التحديات بصورة علمية. طبعا نحن اليوم مركزين على أربع قطاعات اللي هي العلوم، الهندسة، التكنولوجيا والرياضيات. التكامل بين هذه منظومة المجالات يساعد على خلق مزيج فريد، خلينا نقول مزيج قادر على إيش، خلق جيل متعدد المواهب، متعدد المجالات، متعدد المهارات، يلبي تطلعاتنا في تحدي هذه، في مواجهة هذه التحديات اللي نواجهها في الدولة، وأيضا على الحصول على تنمية مستدامة. طبعا نتكلم على التنمية المستدامة هي عبارة عن خلق فرص اقتصادية، فرص
تجارية، صناعية، علمية، تطورات معينة نخلقها ونحافظ عليها بمسار معين متزن وممكن نرتقي فيها في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. عسى ربي يوفقكم إن شاء الله. أبو عمر، لو بنتطرق لمشاركة الطلبة في هذه الندوة، في معرض مصاحب أيضا لعدد من المشاركات لعدد كبير من الطلبة لهذه الندوة، أنا بنتكلم عن هذا المعرض، شو اللي موجود فيه، شلون اتيحت الفرصة لهؤلاء الطلاب؟ اليوم بارك الله فيك نحن أتحنا المجال لأخواننا الطلبة وأخواتنا الطلبة أن يشاركونا بمعروضات علمية عبارة عن ملصقات علمية أو مشاريع علمية في معرض مصاحب للندوة. الهدف من المعرض هذا هو أن نسعى إلى أن نجعل إخواننا وأخواتنا الطلبة قدم في مثل هذه الاجتماعات العلمية والندوات العلمية والمحاضرات العلمية. الفكرة أن لما نحن نترك لهم المجال هذا يعتبر بمثابة إعداد لهم في المستقبل، لأن مواجهة الجمهور، العمل على مشاريع علمية، التعاون فيما بينهم، طريقة الوصول إلى المجتمع وإيصال المعلومات للمجتمع بطريقة سلسة وسهلة ومفيدة. اللي نسعى لنحن مع أخواننا الطلبة هو أن نعطيهم الخبرة اللازمة، نعطيهم المساحة والمجال للإبداع. طبعا نحن حتى لما تركنا فتحنا لهم المجال في المشاركة أعطيناهم الدعم والنصح ووجهناهم باتجاهات معينة على أساس أن يستفيدون منها في المستقبل لما ينتقلون إلى وظائفهم ولمجالات سوق العمل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. عسى ربي يوفق الجميع إن شاء الله. بعمر، بيختم معك بسؤال، إن مثل هالمؤتمرات والفعاليات والندوات اللي تقيمها الكلية سواء للبنات أو للشباب، إيش راح يكون أثرها بشكل عام عن الطلب؟ طبعا نحن بارك الله فيك في كلية المجتمع الهدف الأساسي هو أن نوصل صوتنا للمجتمع ونواجه ونوجه لهم رسائل تفيدهم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في مستقبلهم بإذن الله سبحانه وتعالى. واحدة من هذه الرسائل الاهتمام بالمجالات العلمية. نحن نجد أن في عزوف من أخواننا وأخواتنا الطلبة في 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 التخصص في المجالات العلمية، وبالعكس نحن يعني ودنا نقول لهم المجالات هذه ما هي بالصعوبة والتعقيد اللي هم ينظروا لها، هي مسألة عزيمة وتحدي وإصرار. وأنت وأنا مثل ما أنت عارف بارك الله فيك، نذكر كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني الله يحفظه، في أن قطر تستحق الأفضل، والأفضل بارك الله فيك أن الإنسان يسعى إلى أن يتحدى العقبات ويواجهها أيا كانت. الأفضل ما يكون الأسهل بارك الله فيك، بالعكس الأفضل أيا كانت صعوبته بارك الله فيك. فلذلك نحن ودنا أن نجذبهم إلى هذه المجالات والتخصص فيها ونساعدهم باللي الله قدرنا عليه على أساس أن يتجاوزون هذه العقبات ويتخصصون في هالمجالات على أساس أن يثرون سوق العمل، وبالتالي نلاقيهم في كل المجالات، ما نلاقيهم في مجالات محصورة معينة بارك الله فيك. جميل جدا. سالم السغطري عضو اللجنة المنظمة لهذه الندوة، بيض الله وجهك أبو عمر، والله يعطيكم العافية أيضا والجهود المشاركة في هذه الندوة. آمين وياك. شكرا، بارك الله فيكم، يعطيكم العافيه. وياك ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا حديثي مع اخوي سالم السقطري عضو اللجنه المنظمه لهذه الندوه في كليه المجتمع. طبعا ندوه جدا مميزه بحضور عدد من المهتمين وايضا الاختصاصيين في هذا المجال سواء العلوم او التكنولوجيا او المجالات الاربعه اللي تم ذكرها من قبل اخوي ابو عمر. هذا كل اللي عندي، والله يعطيكم العافيه. شكرا محمد، وشكر ايضا موصول للضيف الكريم. ومثل ما استعرض ان يعني باقامه هذه النوعيه من الندوات احنا هنا نستشرف اعداد جيل، هذا الجيل ان شاء الله باذن الله سيشغل الوظائف ذات التوجه الفني، بالاضافه الى الاهتمام بهذه التخصصات العلميه واللي عليها فعلا طلب زايد في الدوله. طبعا من هذا التقرير بنطلع معاكم مشاهدينا هذا الفاصل، ومن بعدها بنتعرف على حقوق المرأة في الإسلام. انتظرنا. We'll be right back.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ومثل ما ذكرت ان احنا راح نستعرض في هذه الفقره عن دور المراه، وكما هو ثابت ومعروف من الاساس ان المراه مراه المجتمع ونصفها الثاني، هي اللي تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه، وبقدر مراعاه المجتمع لحقوقها ومساندتها والاهتمام بتعليمها طبعا احنا هني نرتقي بمستوى الاجيال القادمه. حقوق المرأة ليست قضية وإنما هي وجود إنساني وجداني اجتماعي وطني، جزء لا يتجزأ من الحياة، وترتبط طبعا هذا يرتبط هذا الوجود في مختلف المجالات الفكرية والسياسية والاقتصادية. حول هذا الموضوع يسرني طبعا أن ألتقي السيدة الفاضلة شيخة المفتاح مسؤولة علاقات محسنات في قطر الخيرية. يا هلا ومرحبا فيك وشرفتينا في هذا الصباح. الله يرضى عليك حصه الشر المعنى. الله يسلمك وياك. مثل ما يعني ذكرت في المقدمه، المراه نصف المجتمع وهذه ما نختلف احنا عليه، ومنح الاسلام هذه المكانه الجليله قبل قدوم المنظمات العالميه اللي من ثم سنت وعطت ومنحت، فماذا تقولين في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. طبعا ديننا دين عظيم، يعني بكل معنى الكلمه هو الدين الخاتم للاديان. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاذا الاسلام كرم المراه واعطاها حقوقها كامله من غير منقوصه، يعني لم ياتي دين من الاديان واعطى المراه حقها كما اعطاها الاسلام. فيعني لو نظرنا القرآن صورة باسم النساء، لو نظرنا إلى مثلا صورة مريم، يعني بالعكس حتى ضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم بنت عمران وآسيا زوج، يعني الذين آمنوا تصور يعني نساء ورجال، ضرب لهم المثل والقدوة في مريم ابنة عمران وآسيا زوجة فرعون. فيعني أي مكانة وأي منزلة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمرأة. أكيد، ومثل ما ذكرتي وقلنا الحقوق يعني بشكلها العام، ما هي هذه الحقوق لو بنحددها بالأسماء؟ يعني الإسلام طبعاً أعطى المرأة حقها في الملكية، أول شيء أعطاها حقها في الكرامة الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم خلقكم من ذكر وأنثى، أعطاها حقها الديني بحيث أنها لو عملت خير مثل الرجل تأخذ نفس الأجر ونفس الثواب من عمل وعمل منكم من ذكر أو أنثى، أعطاها حقها في التملك، أعطاها حقها في التصرف المالي المستقل في مالها، أعطاها حريته. يعني لو نظرنا إلى الديانات الأخرى أو الدول الأخرى وكيف أن المرأة بمجرد ما تتزوج تنسب إلى زوجها وهي أولادها بيصوروا نفس الاسم، أنا أحتفظ باسم أبي مهما كبرت في السن، فهذا بروحه جزء احترامي لوالدي. يعني فما أدري المرأة يعني في الإسلام مكانتها ليس لها نظير. ماذا عن بما أن المرأة مسؤولة أيضا عن تربية الجيل، فماذا عن حقوقها التربوية؟ تقصدين المرأة؟ يعني المرأة أي نعم. يعني طبعا الإسلام أعطاها حقها كامل، والمفترض أن المجتمع يسعى لتطبيق هذا الأمر. صحيح. يعني حقي أن أنا أتعلم، حقي أن أنا أصل إلى أخذ الدكتوراه، من حقي أن أنا أعمل وأشتغل وأنفع مجتمعي، من حقي أن أنا يعني أنمي فكري. صح. يعني كل شيء متاح لي ومطلوب أن أنا أسويه. يعني كل ما ترتقي المرأة فكريا وأدبيا يؤثر على المجتمع، سواء أنا كانت متزوجة وعلى أولاده وأسرته أو في وظيفته أو في المجتمع ككل، مع أهلها مع أقاربها مع المجتمع ككل طبعا يؤثر. فكيف تشوفين الآن وإحنا على أرض قطر الطيبة؟ يعني حقوق المرأة كيف هي ترفل بهذه الحقوق، ولا أي مدى يعني فعلا الاهتمام أدى بها إلى أن تصل فيها وترتقي بها إلى أعلى المستويات؟ يعني الحمد لله رب العالمين، يعني المرأة يعني في قطر صراحة خذت يعني حقوق كثيرة. نعم. يعني صارت وزيرة وصارت رئيسة مجلس الشورى وصارت الآن. مجلس الشورى وصارت. نعم. مثلا سفيرة وصارت مديرة وصارت مسؤولة، يعني ما تحس بالظلم، ولو ان في بعض مثلا مؤسسات قد تظلم في الراتب او هذه، ليس هذا الدور، لكن الدور على الكل. ان المراه يعني اخذت حقها وهي تسير جنبا مع جنب مع الرجل. احنا عندنا في الاسلام المراه نظيره الرجل، مو بان احنا الطالبه بالقوامه، لا هي شيء اخر، احنا ما نتكلم عن حقوق المراه وان هي علاقه تضاد، احنا علاقه تكامل. نعم. قد تصلح المراه في هذا المجال ما يصلح فيه الرجل، خاصه في التعليم في الطب في اماكن المراه تكون
يعني أكثر قدرة على حل مشاكل مثلا في العلاقات الأسرية في كذا. المرأة تستطيع أن تعطي، يعني المرأة في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة أم سلمة، مو بعندنا شاوروهم وخلفوهم، لأخذ برأيها. فلما قال لهم يعني انحروا، قال لهم خلاص بيرجعون، رفضوا الصحابة لأن يبون يروحون مكة، فدخل على أم سلمة زعلان فقالت له أعطت الرأي الحكيم من امرأة تعطي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به، وما قال لا بالعكس قالت له اخرج لهم وأمر حلقك يحلقك. فلما شافوا كذي لما كلمهم أخذ برأيها على طول، الصحابة يعني كادوا أن يقتتلوا يعني، فأخذ برأيها الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قال لا، يعني بالعكس الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فيعني المرأة في الإسلام شيء كبير صراحة أكيد، وهذا يكفل لها أيضا حقها في الميراث. نعم، يعني الميراث يعني هم دائما يعلقون على للرجل مثل حق الأنثيين، وما يدرون إن المرأة في بعض الأحيان قد تأخذ أكثر من الرجل، لها النصف ولهم الثلثة ما ترك، يعني في عدة مواقع المرأة تأخذ مثل الرجل وأكثر من الرجل. هم بس ركزوا على النقطة هذه لأن على أساس يبون يخلون المرأة تطالب حقوقها. أي حقوق تطالب بها المرأة؟ مع إذا كنت أنا في مجتمع ومظلومة، مظلومة من قبل الزوج أو مظلومة من قبل الأهل ومظلومة في الوظيفة، أطالب بحقي. لأن كمسلمة الله أعطاني الحق المتكامل في كل شيء، حتى لو كنت أنا مليونيرة وزوجي فقير هو اللي يصرف علي. صحيح. إذا منه المكرم الآن؟ صحيح. أنا حق لي حق التصرف في أملاكي، من حق إنه يأخذ؟ لكن إذا كان وقع ظلم من الزوج أو من الأب وأخذ حقوقه، هذا ليس عيبا في الإسلام، هي في تطبيقه من قبل البشر. لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعرف هذه الإنسان الناس الذي خلقهم وهو أدرى بما يصلحهم. فلما وضع الحقوق للمرأة يعرف إن هذا يصلحها. بالعكس بعض الأحيان ممكن تدفع فلوس، يعني الخل عندنا. نعم. كنظير ممكن ترفض، يعني لما البنت جات وقالت إن أبوي يبي يزوجني ولد عمي رفع خسيسته، قال ممكن توقفه، قالت لا بس أنا ببين للناس إن الآباء ليس لهم حق في إن أنا يعني يزوجني قصبا عني، لازم الرضا من الطرفين عشان تستمر الحياة. نعم. لأن أنا بكون أسرة. نعم. فيعني مثل الإسلام وتعاليمه ويعني واهتمامه بكرامة هذه المرأة اللي هي نصف المجتمع، إذا ما كانت هي النصف الآخر يعني هي كل المجتمع. صحيح. هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت وهي كل شيء. يكفي أن النصف الأساس. الثاني يعني لما جاء من بعد رب العالمين جاء أيضا من يعني أحشاء المرأة، فبالتالي المرأة كل شيء. صحيح. يعني كل شيء. نعم. كل اللي ذكرتي فيه جانب قوة. نعم. يعني المرأة لها أن تدافع عن نفسها، لها أن تطالب بحقوقها، والإسلام أيضا خلينا نقول دعمها. نعم. كيف تصف أستاذة شيخة المفتاح قوة المرأة؟ نعم. المرأة شلون تشوفينها قوية بما أن هي مكفولة ومحفوفة بهذه خلينا نقول القوانين الإسلامية وحتى القوانين الإنسانية؟ نعم. يعني سبحان الله مثل ما قلنا ولقد كرمنا بني آدم، إذن لها الكرامة الإنسانية المطلقة. كيف تحافظ أيضا هي على قوتها؟ وهي تحافظ على قوتها بفكرها بعقلها. أيوة. بوضع الإسلام أمامها والسير على خطى الإسلام وما يريده الله سبحانه وتعالى، تعتز بأنوثته وتعتز بكرامته ولا ترضى لها بديلا. يعني الله كرمها ووضعها، يعني الحجاب ليس عيبا للمرأة بالعكس حفاظا لها. كل تعاليم الإسلام التي جاءت للمرأة للحفاظ على هذه المرأة بحيث تصبح قوة في المجتمع اللي عايشة فيه، وعندها قوة أن تدافع عن حقوقها، عندها قوة تدافع. بس ما نقول مثل ما يريده الغرب، الغرب يريد إخراجها من هذا الدين، هناك يريدون المساواة. أي مساواة؟ أن تعمل في محطات القطار، أن تسوق الباص. المرأة في الإسلام تجلسي في بيتك وزوجك أو أخوك أو أبوك مسؤول عنك على الإنفاق عليك، يعني أي عز وأي كرامة. المرأة الرجل المرأة هذا ما امرأة أجنبية تريد أن يعني امرأة أجنبية تقول أريد أن أكون ملكة في بلادكم. نعم. فقال لها ما عندنا ملكات في بلاد، قالت أن أجلس على الكرسي ويأتي أبناء ويقبلوا رأسي ويدي. في أي دين؟ وين هذا يعني في أي دين هذا الأمر نقبل رأس الأم ويدها ورجلها؟ صحيح. جنة عند قدميها فلزمها. فما في دين جاء مثل ما جاء الإسلام وأعطى المرأة حقها، فلنا أن نعتز بهذا الدين العظيم وبتعاليم
الله سبحانه وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من جانب الطرف الآخر، ما أهمية احترام وجود المرأة وتقديرها وتقدير وجودها ولما تقوم به من جهود؟ لأن يعني في نساء يعملون، يعني حضرتك تشتغلين، أنا أشتغل، وغيرنا الحين يشاهدوننا يشتغلون، يعني فعلا المرأة تقوم بجهد وشالة، خلينا نقول الدولة مثل ما يشيلونها الرجال في مجالاتها. كيف ممكن فعلا الطرف الآخر أو حتى الأبناء والمجتمع يحترم هذا الدور الذي تقوم به المرأة؟ يعني اولا انا مفترض ان انا انظم يعني وقتي لبيتي ولزوجي، يعني ما خلي جانب يطغى على جانب. صح. والمفترض ان الرجل يقدر هذا الجانب، خاصه يعني اذا كنت انا اساهم معاه في نفقات البيت او اساهم معاه في تربيه، بالعكس انا بدي المجهود اكثر. صح. انا يعني مني عندي البيت ومني عندي الاولاد وتدريسهم وغير الواجبات الاجتماعيه وغير، في المفترض ان الرجل يكون ذراعي الأيمن وهو الدافع لي إلى هذا الأمر، وهو اللي يساندني. صحيح. في هذا الأمر، وهو اللي يعني يراعي هذا الجانب. صحيح. ولو أخطأ بعضهم، هاي ليس عيبا مثل ما قلنا في الإسلام، عيب في تطبيقه من قبل البشر، كلنا خطأ. لكن إيه، ولكن يعني الدولة تساند، يعني خاصة مثلا تعطي ساعتين رضاعة للأمومة، يعني في مجال أنها يتيب معها حد يساندها في عمل البيت. بالعكس يعني المرأة يعني تحسينها والله ملكة فعلا، يعني المرأة المسلمة أكيد أنت ملكة، لكن إذا أنا ما أبغي عندها شيء بيدي. ومن يشاهدوننا من خواتنا وأمهاتنا هم أيضا ملكات، وجلستك أصلا يعني جلسة ما شاء الله يعني ملكات. لو تعطينا كلمة أخيرة لمن تشاهدنا ويعني فعلا مقدرة هذا الموضوع ومدى حق المرأة وأهميته في الإسلام. يعني أنا نظرة أن هي أن احنا مع الرجل تكامل وليس تضاد. نعم. ما في حرب بين المرأة والرجل، الرجل هو أبوي والرجل هو زوجي والرجل أخوي والرجل ابني، ما في علاقة حرب وصدام، في تكامل، في ترابط، في رحمة، جعل بينهم مودة ورحمة. صحيح. احتزي بأنوثتك وانتي الجزء المكمل للرجل والرجل مكملك، إذا كلاكما أساس المجتمع، اعتزي بأنوثتك وبدينك ولا ترضي له بديلا، ولا تنظري إلى من يعني يريد أن يخرجك من هذا الأمر. نعم. ويريد لك، ليس ليريد لك الكرامة، بل يريد لك عكس الكرامة الإنسانية. يعطيك العافية أستاذة شيخ المفتاح، وشرفتينا وبكل ود إن شاء الله نشوفك في حلقات ثانية، وما قصرتي. سلم منطوقك والله يسلمك. ومشاهدينا، في شأن آخر، عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والمعرض الوطني العاشر للأبحاث. تفاصيل أكثر خلونا نشوفها مع بعض في هذا التقرير. نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والمعرض الوطني العاشر للأبحاث. أسبوع إن شاء الله مليء بالكثير من المشاريع وكثير من الأنشطة المختلفة، بتكون من ضمن الأنشطة الموجودة في الأسبوع الوطني عندنا هناك بالتعاون مع مجلس الثقافة البريطاني مسابقة اسمها مسابقة مختبر الشهرة، وأيضا عندنا بالتعاون مع مركز الدوحة للإعلام عندنا أيضا جائزة الإبداع الإعلامي، وأيضا مسابقة سكراش بالتعاون اللي هي مسابقة في لغة البرمجة بالتعاون مع المدرسة القطرية الفرنسية فولتير، إضافة إلى عندنا البحث الإجرائي للتربويين والمعرض الوطني لأبحاث الطلبة اللي مثل ما قلنا يعرض فيه الطلبة أبحاثهم ومشاريعهم. يهدف الأسبوع الوطني للبحث العلمي إلى تعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة وتطويرها، بالإضافة إلى بث روح التعاون والمنافسة بينهم وتحقيق التميز في البحوث العلمية. مشاهدينا، ومن هذا التقرير فقراتنا منوعة وما زالت في انتظاركم، ولكن بعد الفاصل انتظرونا.
أهلا فيكم من جديد، ووصلنا إلى جلستنا الحوارية الثانية واللي بتكلم فيها عن الظواهر الاستهلاكية المؤثرة في الفرد والمجتمع، وهي ظاهرة اقتناء الماركات العالمية اللي انتشرت بشكل ملحوظ قد يكون مبالغ فيها شوي، فكيف لنا أن نتابع أو نقبل عليها بس بشكل جدا مقبول. حول هذا الموضوع يسرني طبعا أن ألتقي اليوم بالمرشدة المهنية والمدربة الدولية روضة القبيسي. ويا هلا مرحبا فيك وشرفتينا. شرف الله مقدارك، وأنا أشكر جميع مشاهدين إن شاء الله، وإن شاء الله تكون فقرتنا خفيفة عليهم. أكيد تكون خفيفة طول ما فيها يعني نوع من أنواع التوعية. لو ببدي معاك بهذا السؤال، وصف اللي هو أحدهم الماركات العالمية بأنها وسيلة خلينا نقول تسويقية اخترعها الأذكياء. طبعا لو أنا بعتبرها كعملة، هي لها وجهين. الوجه الأول هي بالفعل هي استخدمت لهذا النوع لتصريح أحد الأسماء المهمة لهذا التصريح، اعتبرها يعني أنها كمقولة جاري اسمه. لكن لو بشوف الجانب الآخر، هي أيضا استخدمت لفتح المجال للسوق، لأن في منافسين في ذيك الفترة بناء على تاريخهم التجاري أو تاريخهم الإنتاج الطويل بنوا لهم اسم كبير، طبعا صار مهلك للطبقة المتوسطة، نقول الطبقة المتوسطة أو العاملة في ذيك الفترة، لكن هي تعتبر مميزة للطبقة نقول الثرية أو الطبقة العليا. لذلك مثل هذه المقولة اكسرت السوق أو نقول الاحتكار في ذيك الفترة للسوق المعين لبعض العلامات التجارية، وفتحت الآفاق ونشطت التجارة لنقول الإقليم المعين لذيك العلامات التجارية أو الأقاليم المتعددة اللي تتمنى أن يكون لها يد أو قدم في عدة من الأقاليم حول العالم. طيب هذا بالنسبة من ناحية خلينا نقول التجارة وحركة السوق. لكن لو بنرجع للأشخاص والناس اللي حابة فعلا يعني أن تقتني من هذه الماركات، لأن مثل ما قلتي حركة السوق وصارت على مستوى يعني أغلب الطبقات. صحيح. فبالتالي سؤالي لك، هل تشوفين أنه فعلا صار الناس احتياجها أو خلينا نقول ركضها وراء اقتناء هذه الماركات فيه نوع من أنواع الهوس أو المبالغة؟ الحين لو أنا بجي على مفهوم الهوس، يعني أنا جيت عند الناحية النفسية، فأنا لازم الحين أدرس الناحية النفسية اللي تحث الشخص على اقتناء هذه النوع من العلامة التجارية اللي اعتبرها نوع من سماته الشخصية أو البارزة عليه، عشان أعرف هل هو هوس، هل هو احتياج، هل هو وين تشكل في ذاته. فأنا أعتبر مثلا لو أقول شخص مهامه الوظيفية عالية المستوى ويحتاج أن تكون النوعية المنتج اللي عنده يكون على أعلى مثلاً أعلى مواد مستخدمة، احتياجه يتم فترة إلى 6 شهور لفترة سنة، وهو محتاج منتج معين يتم طول هذه الفترة بجودة عالية وأيضاً ما تخرب الصورة العامة لشكله. وهذا طبعاً يعني أهم، يعني أكثر من يحتاجون هذه المواد طبعاً من الرؤساء التنفيذيين وأيضاً من الطبقات العليا اللي طبعاً تأخذ الصورة العامة لهم. لكن لما هذه يعني لسان الحال يعطيهم يعني هذا الأحقية. أي نعم الأحقية. أي. لكن لما يكون شخص نقول توه متخرج من الجامعة وإلى الآن أحياناً ما يكون متخرج وما عنده هذه الاحتياج الكبير لاقتناء مثل هذه العلامات التجارية العالية، أو اقتناها تسبب له ضعضع في ميزانيته الخاصة، لكن أعمل عليها كنوع من الدفاع، هو الشعور الذاتي للنفس أني أنا دافع عن نفسي، أنا توني ما تمكنت في مجال المهنة، لكن لازم أعطي نفسي هذه الصورة من ناحية القلم، من ناحية الأزرار، من ناحية الساعة، من ناحية العباية، من ناحية كل ما أمتلكه، عشان أبني عليها صورة نمطية أعمل على إسقاط الخلل اللي أنا أحسه في ذاتي. فأنا لما أسلم على شخص وأنا متمكن من مهاراتي، من قيمي، من معياري، من قيمتي الذاتية للمخرجات، قدرة الإنتاجية في مجال العمل، فأكيد ما راح أعمل مثل هذه الإسقاطات اللي ممكن تصنع لي صورة مزيفة ممكن استكشافها بعد 6 شهور أو بعد سنة. طيب يعني ما سبب انتشار فعلا هذه المبالغات؟ لأن يعني أحيانا إذا يعني بننظر لها في يعني مجتمعنا ممكن نشوف أنه هناك في بعض العينات اللي تقول لك لا والله أنا ما ألبس إلا ماركة، عرفتي؟ فيعني في حين أن الله جميل يحب الجمال. صحيح. فأنا يعني أقدر أطلع بالصورة هذه المناسبة والمقبولة مش بالضرورة بالماركة.
صح، لأن هي عملية دفاعية عن الذات باللاواعي. أنا أعمل هذا الإسقاط لهذه النوع من البراندات عشان أرسم لي هذه الصورة النمطية، يعني أنا رايح المجمع لازم الناس يشوفوني بهذه الطبقة، وإن كنت لا أنتمي لها ولا في ضرر أو عيب من ذلك. صحيح. إن أنا أكون في ذاتي وطبيعتي وعلى راحتي، لكن إني أكون أربع يعني نقول بين 16 إلى 18 ساعة في صورة نمطية معينة، لازم أعمل إسقاطات للدفاع عن ذاتي لحتى أحس يعني أكتسب الاحترام. مثلا أنا ممكن أكتسب احترام في مضيف في يومي كامل بتمثيل نفسي بإنتاجي بقيمي بمخرجاتي. ففي ناس إلى الآن يعتبرون هذا النوع من الإسقاط نوع من الدفاع الذاتي عن النفس، وأيضا إخفاء شيء من الذات من الضعف، سواء من القيم سواء من المهارات سواء فكل هذا يعتبر مثلا حتى لو كان غير متخرج او توه متخرج او توه مارس او ما صار له خبره الى سنه سنتين في هالمجال، فيعتمد على كل هذه المهارات او هذا الهوس لاقتناء هذه العلامات التجاريه لرسم الصوره المزيفه. اكاد قلتي الصوره يعني المزيفه، في حين ان نشوف بما انك يعني مدربه في مجال التنميه الذاتيه والتطوير الشخصي وحتى يعني التنميه البشريه، قاعد نشوف ان هناك في دورات وبرامج تدريبيه تهتم ب يعني بدأت تعطي هذه العناوين، كيف مثلا أنت تهتم بنفسك كماركة إنسانية، كماركة بشرية، كماركة مهنية، بس أو علامة مهنية تهتم فيها بمهاراتك بقيمك وصفاتك الداخلية. صحيح. يعني ومن جهة أخرى أقدر أن أنا أوازن نفسي ماركة ماركتين. صح. اللي يعني حدث معين مناسبة معينة، ولكن مش بهذه الطريقة المبالغ فيها. صحيح. هو شلون أقدر أستفيد وأحدث التوازن؟ اسمحي لي الحين أنا بدخل في موضوع ممكن يعني أنا بالنسبة لي أشوفها هاي الصراحة وشفافية، راح نتكلم فيها على نطرحها على جميع المشاهدين. أنا لما أني أعمل كتسويق لذاتي، هذا حق إذا أنا عندي مخرجات، عندي مهارات، عندي قيم، عندي منتج معين، عندي خط أنا ماشي فيه راح أفيد فيه مجتمعي من ناحية الإنتاج اللي راح يعني أتميز فيه، ناحية المنتج اللي أنا راح أسوق فيه سواء كان على المحيط المحلي أو الإقليمي أو الدولي، كل هذا لا ضرار فيه. لكن لما أني أكون أنا لا أملك منتج داخلي ولا أملك قيمة ولا أملك مهارة ولا أملك أي نوع من المسلمات اللي أنا أدخل فيها على السوق المحلي أو حتى أعمد فيها الدخول بشكل واسع على السوق الدولي، هاي يسبب لي نوع من الخلل في الصورة العامة. يعني هاي يعتبر، واسمحي لي في يعني في بعض الناس تعطي مسميات أن أنا فاشينيستا أو أني أنا بابليك فيجر، بعطي نفسي هذا المسمى كبابليك فيجر فاشينيستا، ما عندي أي مشكلة في هذا المسمى، بس على الأقل يكون لي أساس. أي لازم يكون أنا فاشينيستا في أي نوع، في أي مجال، في أي نطاق، في أي نطاق، هل أنا عندي خط معين، هل أنا، لكن أبني هذه الصورة من ناحية العلامات التجارية اللي أنا أمتلي فيها وأظهر فيها خلال 6 شهور 6 سنة، تأكدي أن مع الوقت راح يبين ضعضعة الصورة العامة، لكن لما يكون من داخلي. لذلك هذه الدورات الخاصة بالتسويق أنا أعزز فيها من قيم الفرد من ذاته حتى يشتغل على المعايير الأساسية للتسويق الذاتي، وحتى أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام الحديث، أستخدمها بطريقة سليمة حتى أبني لي في المستقبل مؤسسة إعلامية أو حتى يكون لي شركة خاصة فيني تكون داخلة على السوق الدولي أو المنافسة الدولية بشكل سليم وصحي وقوي. إن شاء الله تكون يعني هذه النصائح وصلت للمعنيين وللكل للأمانة، لأنه يعني الأغلبية يهتم بهذا الموضوع. فأستاذة روضة القبيسي شرفتنا بهذا الصباح، ونشوفك إن شاء الله في لقاءات أخرى. إن شاء الله. صباح جميل. ومشاهدينا ختاما خلونا ننطلق الآن إلى النسخة الثانية من مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية اللي تستضيفها مؤسسة أسباير زون على مدار 3 أيام. تفاصيل أكثر مع الزميلة نينا الملا. صبحت الله بالخير زميلتي، وصبح على جميع مشاهدين الصباح رباح. أنا اليوم معاكم في حديقة أسباير، حيث تنطلق الآن النسخة الثانية من مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية واللي تستضيفها مؤسسة أسباير زون على مدار 3 أيام. بنتعرف على هذه الفعالية مع الأخت سمية القصابي، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان أسباير الدولي الثاني للطائرات الورقية. صبحت الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك في الصباح رباح. صبحت الله بالنور والسر وهلا ومرحبا أختي، شحالك؟ الحمد لله. في البداية سمية، لو تعرفينا على مهرجان أسباير الدولي الثاني للطائرات الورقية.
المهرجان يتضمن مشاركة الدول حول العالم، وأيضا مشاركة المدارس في عن طريق الورش العمل الموجودة هني. حلو أن تلوين سماء الدوحة بإطارات ورقية، وهذه هواية كانت قديمة يعني عندنا موجودة من أيام الطفولة يعني، فبغينا ننمي هالشيء ونخليها تكون نوع من أنواع الرياضة الموجودة في الدوحة، بما إحنا يعني عاصمة للرياضة. نعم بالفعل. أيضا لو بنتكلم نحن طبعا هذه النسخة الثانية، شو اللي يميز النسخة الثانية عن النسخة الأولى؟ اللي يميز النسخة الثانية أنها أكثر تطورا وأكثر يعني أكثر مشاركة من الدول، زادت عدد الدول عن السنة طافت، صارت مضاعفة. أيضا مشاركة المدارس كانت من 7 مدارس إلى 5، صارت إلى 15 مدرسة، ومن تقريبا 13 دولة صاروا 23 دولة، فتضاعف عدد المشاركين والدول من جميع أنحاء العالم يعني. لو أنت ذكرتي أن أكثر من 23 دولة، لو تقولين لي من الدول اللي مشاركة وشنو اللي راح يقدمونه اليوم؟ طبعا كل دولة تشارك يعني حسب طائرات الورقية، عندك سويسرا، عندك نيوزيلندا، وعندك من الأرجنتين والبرازيل. واللي بيضيف عليه أن هالسنة مشاركة الفريق القطري لأول مرة، مشاركة الفريق القطري طبعا تم تدريبهم من خلال خبراء ويعني خبراء ومدربين عالميين، تم الإشراف عليهم يعني عن طريق المدربين، وسوينا لهم ورش عمل وتدريبات عشان نكون الفريق القطري هالسنة. بالفعل يعني احنا قاعدين نشوف ايضا استعداداتكم انتو كاسباير بهذا المهرجان اللي راح ينطلق الحين ان شاء الله باذن الله. لكن لو بنتكلم عن الجوائز، شنو الجوائز اللي راح تقدمونها حق الفائزين؟ طبعا احنا عندنا ثلاث مسابقات. عندنا مسابقة المدارس اللي راح نعطي المركز الاول 50,000، المركز الثاني 30,000، والمركز الثالث 20,000 على حسب الطائرة وتصنيعها وتركيبها وكيف تحليقها. وعندنا ايضا مسابقة التصوير الفوتوغرافي اللي راح يكون قدموا لهم الجواز عن طريق الرعاة اللي هو قطر ايروز. وعندنا ايضا البوست حق الاطفال، مسابقة البوست اللي هو افضل رسمة او افضل صورة، راح يكون بعد من الرعاة من السلام الكاميرات بيوفرون لهم. وهذه تقريبا المسابقات الموجودة عندنا للمتواجدين على أرض سباير. بالنسبة على هامش نقول على هامش المهرجان، شنو هي الفعاليات أيضا اللي راح تنظم غير إن اللي ذكرتيهم لنا؟ أيضا هني بعض القتلج، بعض الورش العمل يعني اللي يكون متوح للعامة، يعلمونهم كيف الرسم، يعلمونهم كيف تحليق الطائرات. عندنا بعض الأكشاك بعد للمقاهي والأكلات سواء للأطفال ولا سواء للكبار، تركنا لهم مساحات فاضية وراء طبعا مثل ما تشوفين، لأنهم اللي عنده طائرات ممكن هو يجي ويحلقها، يعني مثل ما يقولون فريزون أنه هو ممكن يجي ويحلق طيارته. هالمرة فيها ألوان أكثر ومساحة أكبر، وإن شاء الله كل سنة في تطور ان شاء الله. وايضا يعني نقول ان شاء الله كل الكل يشارك في هذا المهرجان. سميه في الاخير لو تذكرين لو تذكرين حق المشاهدين الاوقات اللي راح تكونون موجودين فيها، الايام الوقت. طبعا احنا هالسنه اللي ميزنا عن السنه اللي طافت ان احنا قسمناها الى فترتين. عندنا الفتره الصباحيه اللي تكون للمدارس وللمشاركين، ومخلين الفتره العصريه مثل من 4 ل 11 للعامه وايضا للدول المشاركه للفرقه، يعني نترك لهم الفتره الضريبه ما انه ما في رياح، فاحنا نختار الوقت اللي فيها شويه هواء دام يعني وقت الربيع، فاحنا نختار الوقت الانسب اللي ممكن يكون فيه الهواء ويكون اشعه الشمس اخف علينا. كل الشكر لك الاخت سميه، العضو واللجنة المنظمة لمهرجان سباير الدولي الثاني للطائرات الورقية، ويعطيك العافية. وخليني أنا الحين بعد أخذ مقابلات مع الطالبات اللي جايين من الصباح. شكرا لك. يا هلا مرحبا فيك. يا هلا مرحبا. يا هلا. مشاهدينا بعد عندي طالبات حلوين جايين يحضرون مهرجان طبعا الدولي لسباير، أو عفوا مهرجان سباير الدولي الثاني للطائرات الورقية. صباح الخير. صباح النور. شو اسمك؟ الجازي. الجازي من أي مدرسة؟ خديجة. الجازي قولي لي شنو هي تسوين اليوم مع المدرسة؟
جايين نصنع طائرات ورقية ونطيرها. تحبين انك تصنعين الطائرات الورقية؟ جربتي قبل؟ جربت قبل اسوي مع ابوي طائرة ورقية بس ما ضبط. ما ضبط، ان شاء الله اليوم راح يضبط. شكرا لك. يلا بعد خلوني اخذ مع البنوتات الثانيين. شو اسمك؟ سهيلة. سهيلة من اي مدرسة؟ خديجة بنت خويلد. سهيلة قولي لي شنو جاية تسوين اليوم مع المدرسة؟ جاية اعرف شنو يعني الطائرات ورقية واصنعها وابدع فيها كيعني شغل فني. يعني انت اليوم اول مره راح تبتدين تصنعين طائره ورقيه؟ لا هي ثاني مره، اول مره ما ضبطت وياي. يلا ان شاء الله اليوم راح يضبط معك. شكرا لك. وبعد خلوني اخذ معي بعد احد الطالبات. تعرفينه باسمك؟ اسمي نور فيصل البدر. نور بس تقربين شويه. نور قولي لي شنو راح تسوين اليوم؟ زميلاتك ذكروا ان اليوم راح يصنعون الطائره الورقيه، وانت بعد شنو راح تسوين؟ ان شاء الله انا بعد بصنع معاهم. أنا قبل ما صنعت بس شريت وجربت شلون أطيرها. وأنت اليوم يعني بما أنك شرتي بعد اليوم حابة أنك طبعاً تطيرين معاهم وتصنعين. إنزين قولي لي هل عندك هواية أنك تحبين الطائرات الورقية؟ إي أحبها وأحب الفن بشكل عام. تحبينها بشكل عام وحابة أنك تسوين طبعاً الطائرات الورقية وتصنعينها. انت جايه مع المدرسه صح؟ وحابه انك تشاركين بالفعاليه، هم منظمين لكم فعاليه، حابه انك تشاركين فيها بعد؟ اكيد. بعد كان يدي يصنع طائرات ورقيه ابوي قال لي. شكرا لك ويعطيكم العافيه، واتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، واتمنى ان كلكم تتحقق امانيكم. مشاهدينا احب اذكركم ان تقدرون تيون هذه الفترة الصباحية متاحة حق طلاب المدارس نفس ما ذكرت ضيفتي سمية، وأيضا لكم فرصة أنتم مشاهدين أنكم تيوم من الساعة 4 العصر لين 11 المساء تشاركون بفعاليات طبعا مهرجان سباير الثاني، طبعا مهرجان سباير الدولي الثاني للطائرات الورقية اللي طبعا مشاركين فيه طلاب المدارس، راح يصنعون الطائرات الورقية وراح يحلقونها على سمة الدوحة، وايضا مشاركه العديد من الدول. هذا كان كل ما عندي من حديقه اسماير، وارجع لي زميلتي باستديو الصباح رباح. شكرا نيله والله يوفقهم ان شاء الله. وهني مشاهدينا نصل وياكم لنهايه حلقه الصباح رباح لليوم. بكل ود نلتقيكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده، ودمتم في سعاده.